الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن أنواع التربة اللي ممكن نقيم عليها بيوت محمية. أنا ببدأ بنفسي في الأول وبقول قدامك دهوت الصخر، دهوت الصخر، دهوت اللي قدامك هون ده المشروع اللي نشغلين فيه، تمام؟ الصخر دهوت هل ينفع نقيم عليه بيوت محمية يا جماعة؟ هل ينفع نقيم على الصخر دهوت بيوت محمية؟ صعبة جدا، لأن الصخر دهوت يعني شديد الصلابة جدا وما ينفعش بصراحة، يعني زي ما انت شايف كده معوقات أرضية رهيبة، ما ينفعش ان انا ازرع فيها بيت محمي. ولكن مع الإصرار، وقد يكون في بعض المميزات اللي هي بتخليك بتخضع انك انت لازم تستصلح الصخر ده. الصخر ده هو يا جماعة هو اللي منشوق عليه البيت اللي انت شايفه قدامك ده، هو بمعنى ان الصخر ده هو كان تحت المشروع اللي احنا عاملينه ده هو، تمام؟ ولكن يسأل واحد سؤال، هو ليه انتوا عملتوا كده؟ يعني ليه مفيش تربة؟ لا، المنطقة دي كلها كده بنفس الصخر ده هو، تمام؟ مشكلة جامدة جدا جدا جدا، ولكن فيها قد يكون الموقع نفسه بيشجعك او وجود المية. المية يا جماعة تحت الصخر ده هو بلا مبالغة في حدود 250 من 200 ل 300 بي بي ام، طبعا مية جميلة جدا، فبتضطر غصب عنك لو مشروع، اي نعم انا معك المشاريع الكبيرة ما تنفعش زي السنترال بيفوت او كده ما ينفعش، ولكن ليه؟ لان انا عايز كميات كبيرة، اما انا عندي 5 6 7 هكتار مش مشكلة خالص. انا في دهوت بجبت الجاك هامر، تمام، و اللي هو الحفار الجاك هامر، كسر الصخر ده هو وشلناه طلعناه بره، وابتدينا نعمل عملية احلال للتربة او جبنا تربة جديدة عليها المشروع الجميل ده هو اللي ناجح واللي هو مقام من 8 سنوات، ولكن اللي قصدنا دي التوسعة الجديدة، تمام؟ ده صخر بس بنقول قريب من المدينة، الموقع بتاعه موقع يعتبر استراتيجي لقربه بين المدن اللي في المملكة، فموقع ممتاز، ده اللي يخليك غصب عنك تخضع وتبني بيوت محمية أو تقيم بيوت محمية بعملية إحلال تربة بتكون في حوالي متر ونص. دي ناس تانية بتردم، بس الردم طبعا خطأ والشغل بتاعهم خطأ بالمرة خالص. ليه؟ الشغل هنا يا جماعة يعني بيعتبر طفل هي خالص، يعني الصخر طفل خالص هو كله طفلة، فالطفلة دي طبعا معوق جدا للجذور، أولا مفيش نفاذية للمية، بتعمل عملية اختناق للجذور لما المية الماء الأرض بيعلى عليها، فبيعمل لي مشاكل كتيرة جدا. هم حاطين أنواع كتيرة في الموقع ده، هم مش عارفين هم بيردموا بإيه ولا مش عارفين، يعني ما يزال الخبرة مش موجودة وأيضا العلم بصراحة مش موجود، في لأن أنا حزنت لما شفت الوضع ده. دي برضو طفلة بس يعني مختلطة بالرمل شوية، برضو بيبقى لها معوقات. دي تربة كلسية، دي يا جماعة بتعتبر تربة كلسية، تمام؟ التربة الكلسية دي كويسة، ولكن عايزة اللي واقف عليها يكون خبير في عملية الاستصلاح بتاعها وعملية الإضافات الأسمدة، لأن هي أحوج ما تكون لإضافة الأحماض، بيحصل فيها مشاكل لنقص الفسفور زي ما احنا عارفين. الصخر ده هو زي ما انت شايف، هو التربة صخر وما شاء الله طالع فيها بيت كويس جدا جدا جدا. بنشوف يا جماعة اللي بعد كده، بنشوف التربة السافية، احنا ما بنحبهاش في البيوت المحمية، يعني احنا ما بنحبش التربة السافية في البيوت المحمية خالص، تمام؟ التربة السافية اللي هي عبارة عن أرض غربالية كده مشاكلها كتير جدا في عملية الزراعة،
بعد كده بتكون تربة مثالية، التربة السافية دي، بس في الأول بتاخد مجهود كبير، ولازم تضيف فيها مادة عضوية كبيرة جدا علشان الأمور تبقى كويسة خالص معانا. يعني زي ما احنا شايفين كده، هو دي تربة مش مرغوب فيها في الأول على الأقل، بعد كده بتزرع 3-4 أو 5 سنوات بتبقى كويسة. التربة دي لها مميزات، مميزات ان هي التهوية فيها بتكون كويسة جدا، وظروفها بتبقى حلوة من حيث أشياء كتيرة جدا، زي ان هي التنفس بتاع الجذور كويس، ما فيش مية بتبقى راكدة تحت النبات، يعني بتكون مثالية، ولكن مشكلتها بتحتاج لمادة عضوية كبيرة جدا. التربة ده هي برضو جاي لنا من السودان، ودي أفضل أنواع الأراضي اللي بنحبها وبنعزها. يا سلام يا سلام على الوطن العربي والخيرات اللي فيه. شايف الأرض في السودان عاملة إزاي؟ ده مشروع بينفذ، بعته لي أخ كريم يعني في السودان. شايف الجمال بتاع الأرض، تربة ما شاء الله رملية على أكاسيد حديد على مادة عضوية بين فيها، هي أرض مثالية يا جماعة، أرض مثالية ما شاء الله، من أروع الأراضي في العالم والله. أرض السودان ما شاء الله حاجة يعني جميلة جدا 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 جدا. شايف انت الوضع، لسه ما تزرعش خالص، ولكن باين على التربة فيها المكونات بتاعتها ممتازة جدا. نيجي لموضوعنا، ازاي احنا اقمنا بقى المشروع بتاعنا على الدنيا اللي احنا الليلة اللي احنا بنحكي فيها دي. دخلنا على شلنا بالجاك هامر، وبدأنا نعمل جدار خرساني زي ما انت شايف كده، طوله حوالي 1.25 متر، وابتدينا نردم بالرمل. خد بال حضرتك، الردم مش مشكل، لان انا اذا تواجدت عند المية فمش مشكل، اتعب شوية في عملية احلال التربة مش مشكل، هي كلها لو جبت لودر مع سيارتين في 2-3 شهور هنخلص المشروع، او 3-4 سيارات هنخلص المشروع، وتبقى الدنيا كويسة طالما توجدت المية اللي تحت كويسة، خصوصا في أماكن بتوصف بأن هي فيها ندرة في المية زي دول الخليج، تمام؟ فطالما توجدت مية كويسة وبكميات كويسة، يبقى أنت بالنسبة لك حصلت على كنز. الكنز ده هو إيه؟ هو المية بتاعتك من حيث الكمية بتاعتها ومن حيث الكواليتي بتاعها. فبتبدأ تبني مشروعك أيا كانت التكلفة، لأن مقارنة بتحلية المية طبعا ده لا يذكر يا جماعة، ده لا يذكر مقارنة ب شايف المواسير اللي احنا عاملينها، عاملين مواسير في الجدران دهيت، بحيث ان هي بتعمل لي صرف للمية الزايدة، او لما احنا بنكتر مية طبعا الصخور ما بنفس المية تحت، فبتبدأ زي ما انت احنا شايفين بنلاقي المية زي ما احنا شايفين كده، بنلاقي المية بنعمل صرف مواسير تحت بحيث المية الزايدة بتبدأ تطلع لي من الأماكن ده هي، تمام؟ وإحنا بننفذ القصة دي، فبنشوف يعني الزراعة جوه ما شاء الله. طبعا التصوير شفتوه انتوا كذا مرة بصور من البيوت دي. المشروع ده عمر سنة، طبعا القديم اللي شفته في الأول ده هو عمر 7 سنوات. التربة اللي عندنا اخترناها يعني هي قد تكون كويسة شوية، ولكن هي اللي موجودة، يعني التربة دي هي اللي موجودة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. تربة تعتبر كلسية، فيها جرافيل حصى، وفيها سند، وفيها قليل من سند رملة، وفيها قليل من الكالسيوم كربونيت، لما بيتغسل طبعا بيبقى كويس جدا، بس عايز برنامج استصلاح كويس في بدايتك، يعني عايز اللي يحط برنامج التسميد يبدأ يشتغل بكميات عالية من الأحماض، بحيث الرملة بتبقى كويسة جدا كده هو زي ما احنا شايفين قدامنا كده. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.